مرحبا بكم في هذا الموعد المباشر من برنامج المجلة الصحية، وفي الحلقة الثالثة من الحلقات الخاصة بشهر رمضان المعظم. يوم 31 مايو من كل سنة هو يوم العالمي لمكافحة التدخين، ذلك علاش اليوم حبينا أن يكون موضوعنا يدور حول التدخين وربما تأثير شهر رمضان. برشا ناس يقولوا أن رمضان هي فرصة للإقلاع عن التدخين. أيضا المنظمة العالمية للصحة اختارت أنه يكون شعار هذه السنة التبغ وأمراض القلب والشرايين، وكذلك هو نفس الشعار اللي اختارته تونس. بإمكانكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني لعنوانه santé@tunisia.tv.com حتى نثري هذا الحوار اللي بيناتنا. نستنى مكالماتكم الهاتفية كذلك على الرقم 71 800 814 للتواصل. نبدأ بتقديم ضيوف اللي حاضرين معنا حتى نتحدث في هذا الموضوع. يحضر معنا الأستاذ والدكتور ذاكر لهيدب، وهو مختص في أمراض القلب والشرايين بمستشفى العسكري بتونس. مرحبا بك دكتور. تحضر معنا الدكتورة وداد حزم بن أيوب، وهي مختصة في الإقلاع عن التدخين بمعهد صالح عزيز. سيادتك طبيبة رئيس، مرحبا بك دكتور. يحضر معنا الدكتور فيصل السماعلي، وهو مكلف بالبرنامج الوطني ومنسق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين أو للقضاء على التدخين، وكذلك سيادتك رئيس قسم الأمراض الغير سارية. مرحبا بك بإدارة الرعاية الصحية الأساسية، مرحبا بك. أخيرا وليس آخرا، التغذية ما تنجمش تكون غايبة علينا في هذه الحلقات الخاصة بشهر رمضان، وذلك علاش السيدة مريم كشوك زعايبي حاضرة معنا من معهد التغذية وهي مختصة في التغذية. مرحبا بك. إذن البداية باش تكون مع البرنامج الوطني اللي وضعته الدولة فيما يخص مكافحة التدخين، قبل ما نمر في مشاكل التدخين. شنو وضعت سلطة الإشراف تحديدا وزارة الصحة احتفالا بهذا اليوم كسائر بلدان العالم اللي هو كان يوم 31 مايو من كل سنة؟ يعطيك الصحة والعطف على التقديم وعلى معناها تخصيص حصة كاملة معناها الحديث على معناها وفي رمضان معناها مشكلة التدخين، وممكن نقولوا حتى معضلة التدخين معناها في تونس وفي العالم معناها براتيكمون. كما حكيت معناها 31 مايو هو اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ومنظمة الصحة العالمية كما حكيت سيادتك معناها اختارت أثناء أنه يكون معناها تحت شعار تبغ أمراض القلب والشرايين، وهذا معناها عنده دلالات كبيرة بالنسبة لنا احنا توندوني معناها اللي الأمراض غير سارية معناها تقريبا نصف الوفيات الناجمة على الأمراض غير سارية هي ناجمة على الأمراض معناها القلب والشرايين. دونك سي تان تام معناها تري امبورتون بالنسبة لنا. دونك هكا علاش احنا مشينا في الشعار هذايا، ومعناها في إطار معناها الأعداد معناها برنامج الاحتفاء معناها باليوم العالمي، احنا ارتئينا انه يلزم نكونوا معناها ننظموا ايام مفتوحه في جميع معناها جهات الجمهوريه. بدينا زاده على المستوى المركزي بالوزاره وزاره الصحه، وكذلك معناها معهد صالح عزيز نظمنا زوز ايام معناها يوم 29 ويوم 31 كانوا عندنا معناها زوز ايام مفتوحه للعاملين معناها في المستشفى صالح عزيز، وكذلك للزوار، كذلك بالنسبه للوزاره للعاملين في الوزاره، وكذلك بالنسبه للزوار نتاع الوزاره. والايام هذه كانت فيها ورشات معناها ورشه توعويه تحسيس ورشه خاصه لقيس معناها نسبه احادي اكسيد الكربون معناها في الهواء اثناء عمليه الزفير معناها في الاكسبيراسيون، باش نشوفوا معناها مدى تاثير وتلوث معناها الرئتين معناها نسبه احادي اكسيد الكربون في الـ في الـ في الـ في الليبومون. كذلك معناها كان ثم دوتر ستونت معناها بور معناها السوفراج تاباجيك معناها باش نوجهوا، خاطر برشا عباد ما يعرفوش شنو معناها المساعده على اقلاع التدخين وكيفاش. اذا هذه حمله التحسيسيه كانت بمستشفى صالح عزيز بالتعاون مع مستشفى صالح عزيز كذلك بالنسبه للوزاره، وكذلك بالنسبه للجهات بعثنا زاد الجهات باش ينظموا كل جهات معناها كلهم ينظموا ايام مفتوحه معناها للتواصل مع المواطنين ولابراز العلاقه بين معناها التبغ وكذلك امراض قلب وشرايين، خاطر ثم برشا عباد ما يعرفوا يسمعوا هكا ما يعرفش معناها بصفه معناها كواضحه مدى العلاقه بين التبغ، انه التبغ معناها يتسبب في الجلطه القلبيه، في الجلطه الدماغيه، يتسبب معناها في انسداد الاوعيه الدمويه معناها العروق كذا، تصلب الشرايين، هذا كله معناها يغيب عليهم، فهمتني؟ خاصه بالنسبه لزارتيري دي مونبران ثم برشا معناها مدخنين عندهم المشكل هذا. احنا في رمضان هل كان الاقبال مهم معناها بالنسبه لصالح عزيز؟ معناها شفنا 75
معناها مدخن وغير مدخن، وثم شكون معناها ماشي في الاقلاع التدخين. دونك وكانت الحقيقه معناها التواصل كان معناها خارق للعاده، خاصه انه معناها ثم برشا عباد تحس معناها يحسوا انه مشكل عنده مشكل ويحب يزمو يتخلص منه، ما يزمو يلوج كيفاش معناها، فهمتني؟ نعرفوا اللي تقريبا في العالم 7 ملايين من الاشخاص هما سبب الوفيات نتاعهم هو التدخين بطريقه غير مباشره، اي معناها التدخين السلبي، فما تقريبا 900 ألف ناس تموت من جراء التدخين السلبي. ما هي المعطيات او ما هي ربما الاحصائيات اللي في تونس حسب التقريب قديش عندنا وفيات من جملة الأمراض السارية؟ من جملة الأمراض معناها بالنسبة اللي معناها اللي عندهم علاقة مباشرة مع التبغ، معناها بين 10 و 12000 معناها حالة وفاة ناجمة عن التبغ. هذا معناها بالنسبة للوفيات في تونس. دونك بالنسبة معناها الأمراض غير سارية كما كنت نحكي لك، معناها أنه بالنسبة للأمراض قلب وشرايين في العالم، في العالم برمي معناها الوفيات معناها اللي ناجمه عن امراض قلب وشرايين، ثم 12% منها ناجمه على التبغ. دونك هذا معناها مؤشر لا يستهان به، هذا مؤشر معناها من المؤشرات معناها اللي قدمتها منظمه الصحه العالميه. دونك معناها سبب معناها كعامل اختطار للامراض غير ساريه هو من اهم واخطر الاسباب التبغ. دونك احنا في تونس توا بصدد اعداد استراتيجيه وطنيه معناها لمكافحه الامراض غير ساريه. هي موجوده الاستراتيجيه؟ لا، هي معناها كانت موجوده على مستوى وزاره الصحه. احنا توا ثم تشريك كل القطاعات، وهذه معناها الجديد معناها انه لانه امراض غير ساريه وزاره الصحه وحدها ما تنجمش معناها تقاومها، فهمتني؟ لانه ثم عوامل اخرى، الاطراف المداخله الكل يلزمها تكون، ثم بيان سور ثم عوامل اخرى كيما التغذيه الغير سليمه والغير متوازنه، ثم الركود البدني، ثم عديد العوامل الاخرى اللي معناها متسبب في الامراض هذه، وعديد الاجراءات خاصه الاجراءات اللي لازم يقع اتخاذها في قطاع معناها في قطاعات اخرى كيما الماليه وكيما التجاره وكيما الفلاحه وكيما الانفيرونمون، معناها البيئه، ترفيع في سعر التدخين ولا يعطيك صحه، هذوما معناها عدم بيعانوا في ولا صحيت يعطيك صحه. دونك هذوما الاجراءات اللي صحيت، هذوما الاجراءات اللي جات بهم الاتفاقيه الاطاريه لمنظمه الصحه العالميه، واللي احنا سعينا انه حطيناهم في القانون الجديد. احنا معناها وقع معناها مراجعه القانون، احنا تو حد يطبق فيها القانون؟ لا، نحكي على القانون الجديد. القانون الجديد اللي زاد فيه برشا حاجات جديده. القانون الجديد مثلا مش يكون المنع كلي في الواحد، ما عادش اسباس فيمير اسباس فيمير في كل معناها فضاء، اماكن عموميه، كل فضاء يقع استعماله معناها دو فاسون كوليكتيف، معناها تلقى فيه صغار كبار والى مغلق، فهمتني؟ هذوما معناها مهما كان وقتاش يدخل حيز التنفيذ؟ لا مازالوا. شوف احنا احنا ريفيزي لا لوا، وتوا ثم جاونا ما خبيش عليك، جاونا دي كومونتير من عديد القطاعات الاخرى. احنا اون بريفيو ان شاء الله بقدره الله بعد رمضان باش يكون عندنا لجنه وطنيه متعدده القطاعات، فيها كل القطاعات استدعاو كل اللي عملوا دي كومونتير، وباش اون فا فيناليزي معناها لا لوا اون فوا بور توت، معناها باش يكون ثم ان شاء الله يكون توافق بين، لانه ما ثم الحقيقه ما ثم صعوبات، فهمتني؟ مي ان شاء الله باش نجاوزوها، فهمتني؟ ان شاء الله. وان شاء الله جديد في القانون كما حكيت لك معناها انه المنع الكلي معناها للتدخين معناها في الاماكن ذات الاستعمال الجماعي والمغلقه، كذلك معناها منع البيع معناها بالتفصيل للسجائر، منع البيع الاقل سنهم اقل من 18 سنه، واحنا نعرفوا عندنا مشكله معناها بالنسبه للصغار او التجاره معناها تو في 11 سنه، وهذا معناها جران ريسك، مؤشر كيف ولا جران ريسك معناها، فهمتني؟ كذلك خطير ولا ثم العقوبات معناها طلعنا في العقوبات معناها في ليزاموند، طلعنا في ليزاموند، وهذه معناها من اهم الحاجات اللي يلزمها معناها تكون موجوده. ثم حاجه اخرى زاد مهمه جدا في التطبيق، ما عادش كان المدخن اللي وقت اللي يجي كونترولور معناها راهو معناها يتعاقب، كان المدخن تعاقب معناها المدخن والمسؤول على المحيط اللي يدخن فيه المدخن، فهمتني؟ اللي مسؤول على اللوكال يلزمه زاد هو اني دخلت وانسان يتكيف بجنبي وقلت له ما تنحيش الدخان، هذا مسؤوليتي. لا مش انت مسؤوليتك انت، معناها مولى ولا مولى الفضاء، مولى الفضاء باش ما تشخصوش خاطر هذا باش تخلق لنا صحيح. دونك مولى الفضاء اللي مسؤول، دونك زاد هو باش يتعاقب، دونك يلزمو يتعاقب هكاك باش هو زاد يساهم، خاطر احنا مهما كان عندنا دي كونترولور
ماهوش باش يكون عندنا معناها عدد كافي باش نجموا نطبقوا معناها القانون في كل الاماكن. صحيح. إذا معك دكتورة وداد حزب بن أيوب، كيفاش كانت التجربة نتاع هذا اليوم التحسيسي اللي كان يوم الثلاثاء بمعهد صالح عزايز، وكيفاش كان ماذا بينا نعرف الفيدباك الناس رجعوا لكم اللي وقع الكشف وقيسان التنفس عندهم، وماذا بينا ناخذ معك فكرة أيضا على سجل اللي يجاني قلبي كي نلقاه نتاع 2007 2009 فقط، معناها وين الخدمة نتاع العشر سنين هذو؟ أولا نحب نشكر إدارة الرعاية للصحة الأساسية اللي تعاونت معنا في لإحياء اليوم الوطني اليوم العالمي لمكافحة التدخين، واللي يعاونوا في صالح عزايز ياسر بالنسبة لمعوض النيكوتيني، بالنسبة للمعلقات، بالنسبة لحضورهم ديما في الأيامات التحسيسية هذيا. النهار هذايا اللي عملناه كان فيه إقبال كبير بالنسبة للأمر المرضى واللي مرافقين المرضى اللي جاوا، يعني في صورة في نسبة 75 مدخن وغير مدخن يحبوا يجيو، واللي كلهم معناتها استدعيتهم باش يرجعوا للعيادة. واليوم أنا عندي العيادة في صالح عزايز وشفت فما الإقبال، كلهم براتيكمون كلهم جاوا وكلهم جاوا يحبوا يعاودوا يقيسوا أحد أكسيد الكربون، يحبوا يشوفوا اسكو. هي أول مرة تصير في شهر رمضان؟ لا، هي جات مناول وكانت فما تعاون مع إدارة الصحة الأساسية وعابين نعاودوها، وكنا متقلقين، كنا بكشي ما ثماش برشا مدخنين وبرشا ناس. يا أخي لقينا الإقبال، لا معناتها الناس الكل جات، الناس الكل تحب تسأل تحب تعرف يحبوا يجيو، يعني فما إقبال وفما إقبال وفما طلب للمساعدة على القلع عن التدخين. السجل والأرقام. السجل الوطني لمرض السرطان هو بالنسبة للسجل هذايا في شمال تونس. السجل يعني في الدوني اللي عندنا متاع 2007 2009، الأرقام مخيفة شوية، خاطر احنا بتاعو بالنسبة توا سجلنا في تقريب 18000 حالة. ليزيستيماسيون خاطر ما عندناش دي شيفر اكزاكت، عندنا دي شيفر نتاع 2007 اللي احنا نقولوا توا 12000 حاله سنويا، بالنسبه ل 2007 بالنسبه لتونس الكل الاحتمالات اللي باش توا في 2017 تتقارب 18000 حاله. يعني حاله شنو؟ السرطان. سرطان شنو؟ كل انواع. كل انواع في تزايد. في تزايد من جراء التدخين، من جراء النمط العيش، عوامل اخرى، لكن التدخين موجود معنا. التدخين علاش حبيت نحكيوا على التدخين؟ على خاطر لقينا اللي الراجل التونسي معناتها كي يدخل صالح عزايز 40% من الراجل التونسي اللي يدخل صالح عزايز عنده سرطان ناتج على التدخين، يعني سرطان الرئه، سرطان المثانه، وسرطان الحنجره، 40% برشا. وبالنسبه للسرطان الرئه يعني يجيو بالتقريب فما 35-40% في حاله متقدمه ياسر المرض اللي معناتها ما نجموش نعملوا حاجه كبيره. هذه حاجه. وحاجه ثانيه الاعمار، يعني الاعمار هو معدل العمر في 63 سنه، مي راهو فما 20% اعمارهم اقل من 50 عام. اقل من 50 عام في مقتبل العمر العمل والعمر، معناتها عندهم عائلات، وكيف يجيونا في حاله متقدمه من الامراض ما نجموش نعملوا حاجه كبيره. يقولوا رمضان هي فرصة باش ينجموا يقلعوا عن التدخين، هل هذا صحيح أم لا؟ أما هي ما هو الماكسيموم في الوقت الصغير هذاك من بين شقان فترة السحور يعطي ما عنده، اللي ما تكيفوش في النهار كله يتكيفوا في الليل ومولاها ربي غدوة الصباح. هي أي ولا لا؟ علاش؟ على خاطر فما عباد بالحق يقول لك لا أنا باش نغتنم الشهر الفضيل هذايا باش نقلع عن التدخين، أما أنا نحبذ أن يكون الإقلاع خارج الشهر هذايا. علاش؟ على خاطر فما الفرص باش ينجم يتكيف فيهم. المشكلة التونسي بعد رمضان بعد شقان الفطر الناس الكل تتلاقى في القهوة، والقهوة غاديك فما الشيشة، والشيشه فما بخلاف الشيشه فما الناس كل مدخنين، دونك حتى اللي هو مش مدخن باش يشم التدخين السلبي نتاع العبيد اللي يقعدوا بحذاه، وحتى اللي يكون هو برشا بطل باش يرجع. دونك انا نخاف منها البيريود هذيا، خاطر برشا اللي مبطلين باش يرجعوا، واللي يحاولوا باش يقلعوا مش بالضروره نجموا ينجحوا. وهل هما بالفعل ينقصوا في شقان ما بين شقان فتره السحور على العاده نتاعهم؟ هما يقول لك النقص، يعني هو اللي مدخن 20 سيجاره يولي ينقص 10 12، اما راهي الكميه اللي قاعدين يستاجوا من القهوي اللي ياخذوا فيها كميه كبيره ياسر،
حتى الإقبال على العيادة ينقص. هو راهو في يعني هل فما أمل في رمضان ولا لا؟ هو شوف نقول حاجة، راهو هنا الإقليل يعني التدخين في رمضان يكون حاجة باهية، خاطر فما معوض النيكوتين اللي نستعمله هذاك نحطه لهم أول حاجة. هو ما يفطرش، نحب نقولها اللي ما يفطرش، خاطر برشا عباد يخافوا يقول لك مش نحط معوض النيكوتين هذاك باش يفطر. هو ما يفطرش وكيف يحطوا كل معوض النيكوتين هذاك ما يخليهمش التقلبات المزاجية اللي تصير كيف يقلوا عن التدخين. دونك هو يعاون ياسر، راهو يعني نجم يخدم من غير ما مثلا مشاكل نتاع تركيز، ينجم يمشي يخدم من غير فما مشاكل في التنقل، يعني يعاونوا ياسر يعني بالنسبه لحياته. باش نرجع بعد نحكي على المراكز نتاع الاقلاع عن التدخين، وهل لي باتش هذوما موجودين، وهل بالفعل كي نحكيو على مراكز نحكيو على ناس تخدم في مراكز، ايضا نحكيو على وسائل الاقلاع عن التدخين. قبل ذلك المنظمه العالميه للصحه انها تختار التبغ وامراض القلب والشرايين مش شوي، خاطر الوضع كارثي. الوضع كارثي في تونس، في تونس لو تشوفوا في العالم اجمع في تونس الوضع كارثي في التدخين. كان تشوف مقارنه بالبلدان الاخرى، مقارنه بالبلدان تشوف في نسبه المدخنين قاعده تنقص في بلادنا. كيما التدخين قاعد راهو فيه قاعد يقدم، الاطفال الصغار قاعدين يتكيفوا، المراه اللي ما كانش تكيف قاعده تقدم ولا تتكيف اكثر. يعني انا ساعات نتسائل تحسيس وحده كافي؟ لا، الترفيع في الاجر في السومو صار كما صار في البلدان البر اكثر من كاكيز، نرفعوا اكثر في تطبيق القانون. تطبيق القانون وترفيع في الثمن، وبالنسبه للترفيع الثمن لازم يكون السوق الموازي لازم تكون مسكره. معناتها اما راهو في القلب نشوفوا في الابحاث الاخرى نتاعنا في الاطروحات في الطب، راهو في امراض القلب راهو 60 65% من الناس اللي عملوا جلطه قلبيه ولا ذبحه صدريه من مدخنين. راهو الوضع راهو قاعد يتقدم كارثي. الانسان اللي عمل ذبحه صدريه راهو باش نشريو له ستانت وباش نركبوا له ستانت من الخارج، راهو باش نجيبوا له ادويه من الخارج. يعني حتى كان تقولوا الوكاله الطب الوقيد قاعده تدخل في فلوس ولا قاعده تعطي تكلفه نتاع المرض ولا قاعده تعطي القباضة، راهو قاعدين نخسروا فيه ادويه وقاعدين نخسروا فيه عمله صعبه من ادويه وسيرتو بالاخص الدعامات. الناس راهو نشوفوا فيهم الاسبوع هذا الاسبوع اللي قبله ناس 30 سنه 35 سنه قاعدين يركبوا في دعامات، معناتها مازال قدامه مقتبل. هو يقول لك كان يموت ما يسالش، لا ماهوش يموت، باش يتعذب من 35 يعذب اللي معاه زاد، باش يعذب اللي معاه وباش في ايام عمل زاد باش تقف برودكسيون تنقص، باش تنقص ايام عمل وباش ياخذ كونجيات وباش ياخذ رخصه مرضيه. يعني راهو الوضع ماشي يتقدم، الوضع كارثي. ما قاعدين نشوفوا تو احنا تابعين السوسيتي اوروبيان دو كارديولوجي، الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب، وتصنف هي اللي تصنف تونس من عندها هاي ريسك. كي تعمل زوز من الناس في تونس زوز اشخاص يتكيفوا وعندهم مرتفع ضغط الدم شويه وعندهم شويه كرش، راهو بعد 10 سنوات واحد منهم مش يعمل جلطه، واحد منهم من جنس الذكور، واحد منهم راهو مش يعمل جلطه. يعني تخزر له صاحبك راهو مش يعمل جلطه بعد 10 سنوات، جلطه قلبيه ولا جلطه دماغيه. يعني راهو الوضع راهو مش نتاع بالله نحي دخان، الوضع يلزمك تنحي دخان. راهو انسان يجي راني راهو فيهم كل يوم، اليوم بركه في الفيزيت نشوف في مريض قلت له بعد الجلطه راه لازمك تنحي الدخان، قال لي تو نشوف. قلت له ما تنجمش تشوفني، ما تنجمش تشوف راك واقف باش تاخذ قدام قطار جايك وتقول نشوف نمنع ولا لا. الامثله هذه برشا راه يخرج من عمليه القسطره ويخرج من قاعد القسطره يمشي يرجع. ماني شفته انا في كلواري في قدام الواحد يتكيف، يعني مش يعني مش واحد مش اثنين، مش واحد مش اثنين، معناتها التحسيس وحده راه مش كافي. رمضان حسب تجربتك هل هو فرصه بالفعل باش واحد ينحي فيها؟ ما نظنش. في الحاله الوحيده اللي رمضان ينجم يعاوننا كي تصير جلطه في لا في الباتش، في الباتش اللي هو ما يفطرش، يعني في عود يقعد يعمل في العرق في السيركيولاسيون ويعمل في العرق في الشارع مع عائلته مع الخضار، يعمل الباتش هذاك راه ياخذ كميه نيكوتين نتاعو ما تفطرش. هذيك الحاجه ينجم نربحوها من رمضان. مش حل كمان. اي ما هل بالباتش هذاك في شهر رمضان هل هو قادر انه يواصل فيه وانه يقلع عن التدخين؟ فما نسبه مئويه، فما نسبه مئويه ينجم يخرج منها. اما اون بريفونسيون سيكوندير يعني بعد ما عمل جلطه من اليوم بعد الخضار بدعه يلزم يوقف. فما ناس تجيهم ان ديغو بور تبا معناتها كره للتدخين، هذاك احنا نستغلوه بعد الجلطه القلبيه وبعد ما نصرحوا للمريض. هذاك لازم نوصلوا فيه ولازم يكون عائلته معاه ولازم يكون معناتها مش وحده، ما يكونش وحده. معناتها فما الامور الطبيه والامور حتى النفسانيه لازم تكون حاضره اكيد، والمحيط هام جدا زاده. كيما قلت راهو ما عادش فما حكايه نحب ولا ما نحبش، راهو حكايه هذه راهو خطوره كبيره. وشوفوا الستاتيستيك قاعدين يطلعوا في تونس. واضح. اذا نتحول فريق البرنامج الى مستشفى شان نيكول قسم امراض القلب والشرايين حتى نشوفوا اجواء نتاع الذبحه الصدريه والجلطه الدماغيه واضرار التدخين
وشنو ينجم يعطي؟ شوفوا ثم نعود. يعتبر التدخين المسبب الرئيسي للجلطة القلبية، حيث يسبب في وفاة الملايين سنوياً. لمعرفة تأثير هذه الآفة على صحة الإنسان وخاصة القلب، تحولنا إلى قسم القسطرة بمستشفى شارل نيكول والوقوف على جل المراحل اللازمة للمداواة أثناء الإصابة بالجلطة القلبية. مريض وقت اللي يعمل جلطة قلبية لازم يجي في أقرب وقت في الاستعجالي باش يتلقى العلاج المناسب، والعلاج يصير في أحسن الحالات على طريق القسطرة في حالين عرق الشرايين هذايا. ثم بعد شوي نوريكم الصور كيفاش تصير العمليه، كيفاش يصير التسريح، نوريكم العرق كيفاش يبدا مسكر، كيفاش خلال القسطره نحاول نحلوه ونحطوا فيه وسط في اقرب الاوقات نحطوا فيه الروسور تسمى دعامة ستانت، هذا هو باش يخلي العرق محلول. العمليه تصير على حاله استعجال كل مره، وفما تسلسل كامل نتاع استقبال المريض على طريق الاستعجالي ولا سامو، بعد يجي في صاله القسطره ومن بعد الطب يبداو موجودين باش في كل الاوقات باش يستقبل المرضى وتلاهوا بيه. هوني باش نوريكم الحاله نتاع مريض من المدخنين اللي جاء في حاله استعجاليه في بدايه جلطه في القلب. جلطه في القلب هي انسداد حاد في عرق من عروق القلب، وهذا من جراء تخثر الدم. الدخان التدخين يساهم في تخثر الدم، الدم يجمد ويسكر عرق من عروق القلب، هوني العرق اللي على اليمين اللي ينجر عنه أنه الدم عاش يخلط العضلة القلبية ويغذيها، ومنها تبدأ الأعراض متاع الألام الحادة في الصدر. في الجلطة، جلطة لو معناها خلايا تموت وتموت ما عاش ترجع، يلزم يخلطوا لها الدم في ساعة. الدم معناها الأكسجين والمواد اللي يعيش بها تعيش بها الخلايا. دونك سباق ضد الزمن، كور كونتر لا مونتر، لازم في أقصى سرعة نحاولوا نحلوا العرق، نحطوا الدعامه، نوسعوا العرق لو ماكسيموم باش نحاول نتحصلوا على حجم طبيعي للعرق، باش الهدف انه نوصلوا الدم بصفه عاديه للخلايا اللي قاعده اون تران دو سوفرير. نقولوا احنا قاعده معناها تعاني من نقص حاد في الاكسجين والمواد اللي تمكنها باش تعيش. يلزم نعرفوا اللي الدخان اللي يخرج من السيجاره فيه عده مكونات غازية ودي بارتيكول زادة. هالمكونات هذوما فيهم من أهم الغازات، فما الغازات المونوكسيد دو كربون CO اللي هو ياخو بلاصة الأكسجين في الدم، وكي ياخو بلاصة الأكسجين دونك باش ينقص من كمية الأكسجين في الدم ويؤدي إلى معناتها مضار على تغذية القلب، عضلة القلب بالأكسجين. الحاجة الثانية فما النيكوتين، النيكوتين اللي هي من شيرة تعطي اون ديبوندونس، ما تتخلي اللي يدخن ديما يحب ديما يدخن ويدخن أكثر. والنيكوتين هي زادة عندها مضار على جهاز القلب والشرايين، على خاطر تؤدي إلى تشنج الشرايين القلب سكون أبيلو سبازم كورونير، وسبازم هذايا يؤدي إلى تجمد الدم في العروق. ومنشرة أخرى النيكوتين تعطي ارتفاع في كمية الدهنيات الموفي كوليسترول في العروق، وهذا يعطي كل بلاك هذه كم تاع الكوليسترول اللي تنجم تتكسر معناتها السوفيسور، وتعطي تكون انسداد في العروق متاع القلب. رغم كل الجهود المبذولة لعلاج المصابين بالجلطة القلبية، تبقى الإشارة إلى أن وعي الشخص بضرورة الإسراع إلى أقرب استعجالي في حالة ظهور كل الأعراض التي تؤدي إليها أو بالإحساس بأي تغير في جسمه، والأفضل من كل ذلك هو الإقلاع عن التدخين. إذن سيدة مريم كشوك، التدخين
هل سهل الواحد باش ينحي الطعم اللي كان مازال في فمه نتاع الدخان؟ هذه حاجه نقول لك مش صعيب برشا انه ما ينحي العواده، وايضا وشنو يعمل الدخان كي نبداو نتكيفوا معناها شنو؟ هل بالفعل ينحي لنا حاسه الشمس، الشم ينقص منها؟ هل التذوق ايضا ينقص منه؟ وشنو التفرهده اللي تفرهدها كي ينحي الدخان؟ وايضا يقولوا انه التدخين الدخان يضعف، شنو البديل نتاع التضعيف؟ يعني الحميه اللي تخلينا كي نحيوا الدخان ما نرجعوش نسمنوا، وايضا في نفس الوقت نحافظوا على اصرارنا على الاقلاع وعلى الرشاقه وعلى الصحه نتاعنا. هو الموضوع مهم برشا ديجا، الاخصائيين نحكيوا على معناتها الكوتي ميديكال والمشاكل الكل نتاع التدخين والكل. اهم حاجه اللي هو معناتها المدخن ما يحسش بروحه بشويه بشويه كي بدا يتكيف باش يفقد بريسك كومبليتمون حاسه التذوق والشم. ديجا المشاكل اللي هو بعد قد ايه؟ معناتها في مزيون قد بالطبيعه قد ما تكون المده كبيره نتاع التدخين قد ما هو معناتها باش بدنه الكل باش يتفرعس وحتى الحواس نتاعو. خاصة معناها اللي يدخن وياكل حاجه يقول مش بنينه راه ما نجموش نصدقوش. ايه ما نصدقوش. دونك مشكله نتاع حاسه الشم والتذوق مشكله كبيره. هذاك علاش هما ديجا ما يتبنوش الماكله، ما فماش ان بليزير كبير معناتها كي ياكلوا الماكله. ساعات يحسوا زاده بروحهم شبعانين، ما فماش شهيه الماكله الكبيره، خاطر فوالا مشكله الحواس باش تتبدل، وهو بيدو سيجار ومعناتها يجم يخليهم يشبعوا. فهمت؟ فما كان اللي فيه يعني صحيح هو يضعف وصحيح هو انه يقص الشهية. هو النيكوتين اللي فيه معناتها يلوغمونت شويه هكا لي ديبونس اون كالوري، معناتها يحاول باش يحرق، اما الحاجه سيئه معناتها لو موفي دون لو موفي سونس، معناتها مش باش نشجعوا نحن، بالعكس برشا عباد انا نعرف اللي يجيو وحتى يعملوا حميات وكل ويدخنوا يقول لك ليه عاوني، ليه نقول لهم ليه، معناتها بالعكس تعمل حميه غذائيه وتنحي الدخان خير برشا من اللي باش تبدا ساعات يقول لك باش يعاوني باش ننقص. ليه؟ معناتها ما نحبوش ننقص معناتها انا تخاب دي مالادي غاف ولا مثلا سرطان والا امراض القلب وكل، لا نحبوا نضعفوا ومن طون زاده ماذا بينا ما نبداوش نتكيف. الاباغ مشكله الحواس زاده الماكله نتاعهم تبدا ماشي منظمه بطبيعتهم، الحواس نتاعهم يبداو بيرتوربي دونك ما يعرفوش شنو باش ياكلوا، ياكلوا برشا حاجات ايبيسي، يبداو مفوحين برشا ما يفيقوش برواحهم، يحبوا لي شاركوتي خاصه المالح ايضا فوالا المالحين برشا، يحبوا زاده الحاجات المشحمه والكل. دونك هذيك المشكله توا كي باش يتنحى الدخان ان شاء الله، معناتها ماذا بينا هي فرصه رمضان باش تنحى. انا مون افي برشا عباد ينجموا ينحيوا الدخان، سيرتو كيما قالت فرصه، انت تقول فرصه معناها اي فرصه كبيره والله بالحق يتنحى الدخان. ووقتها زاد برشا عباد اللي اومين طو يحبوا يضعفوا ولا يعملوا ان ريجيم يحاولوا بشويه بشويه ماكلتهم يحسنوها. كيفاش الحواس نتاعهم باش ترجع بشويه بشويه، مش من نهار ولاني بالطبيعه، باش ترجع بشويه بشويه الحاسه نتاع الشم والتذوق، شو اللي يطعموا الماكله خير، حتى لي بابي جوستاتيف اللي عندهم في لسانهم والكل باش يتحسنوا ويوليوا يعرفوا يختاروا الماكله نتاعهم ويوليوا وقتها باش تزيد شهيه الماكله. فوالا هذاك علاش يقول لك اللي نحى الدخان فما بوسيبيليتي كبيره شهيه تتحل وينجم يسمن. باش ما يسمنش شنو يسمن يعني؟ حاجه بركه قبل عوات، فما برشا عباد اللي ديجا معناتها من الاسباب اللي باش يسمنوا برشا اللي يكونوا قبل ما يعملوش اكتيفيتي فيزيك، نشاط بدني لازم برشا، اي سورتو اللي باش يبدل معناتها يبطلوا الدخان اول حاجه يبداو بها مع الريجيم باش يعملوه. ثاني حاجه ساعات يبداو هما ديجا يتكيفوا وعندهم سمنه ويعملوا في حميه قاسيه، دونك باش تجيهم صعيبه شويه كي نحيوا الدخان وزيد اون ميم طون باش يعملوا الريجيم، مع بعضهم صعيبه. وفما برشا عباد معناتها ديجا ماهمش بريباري، ما يعرفوش معناتها كي تنحي الدخان شنو باش يتبدل. كيما قلت لك نيكوتين خاطر كان قبل هو حاجه مضره برشا، اما تعاون برشا باش تحرق الدهون والانرجي كلها بطبيعتها، دونك باش تنحى هذيك وباش تزيد شهيه الماكله وباش نوليو لا بلاس دو لا سيجاريت اللي تتحط ديما في الفم، معناتها مستانس ديما يحط حاجه في فمه باش يولي يعوضها بحاجه اخرى. دونك اول حاجه باش يمشي يلوج ديما على حاجات الحلوين البديل فوالا باش يعمل بليزير، خاطر هو ديجا معناتها عنده كان بليزير كبير كي يشد سيجارو ويتكيف وكل شيء اباغ اللي هو معناتها النيكوتين زاد فما ان بليزير. دونك البليزير هذاك باش يعوضوا بالحاجات الحلوين برشا، الحاجات اللي فيهم برشا دهون من غير لا يحسب وما يفيقش بروحه. وجينيرالمون اللي يقصوا هكا الدخان معناتها انا حسب مريتا ما يمشيوش هكا نوتريسيونيست ولا مختص في التغذيه باش تعاونهم، صرف واحد في فغي يشوفوا بسيكياتر يشوفوا بسيكولوج يشوفوا معناتها تباكولوج فوالا سبيسياليست معناتها بوغ هما زاده ايضا يقولوا انتم زاده تقولوا يسمي يمشي نبعثهم النوتريسيونيست وقت اللي فما طلب يعني اي خاطر لا فما حاجه راهو فما يجوني برشا اللي يقول
نقول له من دوافع نتاع الاقلاع عن التدخين يقول لك نحب نسمنها. في تونس يقول لك انا رجال ولا نساء؟ الاكثر رجال. يقول لك انا نحس في روحي ضعيف وانا مانيش فرحان بروحي نحب نسمن. نقول له راك فما 3 4 كيلو بزيدهم راهو. يقول لك لا انا مقابل. بصوره ما يقول لك راهو من معناتها من انا ما نحبش نحي الدخان على خاطر نخاف لنسمن. وقتها نولي نبعثهم نوتريسيونيست. ما لازمك تساله بالكدا شنو هما الدوافع، شنو هما العوائق اللي ما تحبش تخليك تبطل الدخان، هكا تفهم شنو هو المدخن، شنو هي نفسيته، باش نجم تعرف فين توجهه معناتها. دونك بونوس هذاك يعني هو يبدا ضعيف ويحب معناتها باش يسمن ينحي الدخان حاجه باهيه، اما الجماعه اللي فريمون سمنوا كيقصوا الدخان على خاطر ماكلتهم مش متوازنه. اول حاجه باش يحاولوا يعملوا بليزيور روبا فراكسيوني باش ياخذوا معناتها وجبات قراب لبعضهم، باش يعملوا برشا غرينيوتاج يتنشوا برشا، ومعناتها جينيرالمون ياخذوا حاجات ماهوش اكيليبغي، معناتها ما ياخذوش برشا حاجات فيهم الياف، الياف اللي باش تعبي الكرش اللي باش تشبعهم، ما ياخذوش الدبابش في ماكلتهم، ما ياخذوش الحبوب الكامله كيك سوا في الخبز والا في المقرونه نتاعهم في الروز. دونك معناتها هما سبيسيالمون جماعه اللي باش يقصوا الدخان كيك سوا ضعيف والا معناتها عنده زياده في الوزن، انا من رايي معناتها يعمل حميه غذائيه. شنو لازمو ياكل معناتها؟ ياخذ وجباته متوازنين. السلايت معناتها ماذا بيه الماكسيموم، الخضره، الحبوب الكامله كيما قلت لك قبيليك ماذا بيه ديما ياخذ خبز نخاله قمح شعير شوفان حاجات تعبي الكرش وما تعاون معناتها تعاوننا باش ما يسمنش، فيها برشا الياف سورتو الالياف مهمين برشا اليوم هما، وامام طون زاد ماذا بينا ياخذ اللحوم البيضاء خير من اللحوم المشحمه معناتها، وزيد حاجات اللي ما فيهمش برشا ملح خاطر الحاجات المالحه برشا والمالح والكل يعطيهم لونفي. حاجه اخرى مهمه برشا ليزيكسيتون زاد معناتها المنبهات كيك سوا قهوه حتى مش في المقاهي والكل، كان هو الى لابيتود باش ياخذ ما نعرفش سيجارو مع قهوه ولا يحاول ينقص الماكسيموم، يدخل شويه في العادات نتاعو تيزان ولا انفوزيون ولا تخفيف. نعوضوا احنا نقولوا ما نحيوش حاجه الا ما نعوضوا. فوالا خاطر كي تنحيوا حاجه فما سكون ابيل اون فريستراسيون. فوالا سورتو با دايوغ انا باش نقول لك ابار لي تخوا روبا كان هو خاطر فما ان انفي معناتها ما يجموش يشد روحه ما نجمش هذاك سبيسيالمون اللي نحى الدخان ما نجمش نقول له تعمل تخوا روبا ايكيليبغي كهو، حتى كي مش يعمل معناتها هكا دو بتي روبا ما بينات الفطورات نتاعو باش ياخذ معناتها حاجات خفيفه على الاخر فيهم الياف كيما كعبه غله ومعناتها حليب ياغورتا وكعبه دقله حاجات هكاك خفيف او ميم طون فيهم بليزير فيهم شويه الجو سكري او ميم طون ما يسمنوهوش برشا. والاكثر حاجه معناتها ننصح بها الاكتيفيتي فيزيك لازمه معناتها اون باراليل مع الحميه. هو راه نقولوا اكتيفيتي فيزيك مش لازم سبور معناتها انتنسيف يعني نقول لنا 30 مينوت فوالا لو مينيموم. لو مينيموم راهو حاجه هايله راهو هذيك هي اي لو مينيموم وموا مارش على قليله حتى يبدا من الاول اربع دراج ومن بعد يوصل نص ساعه، المهم لازم يتحرك. واضح. اذا نعم نرجع شويه للمظاهر نتاع التدخين. مظاهر التدخين برشا ونعرفوهم ونحاولوا نقولوهم ديما باش نعاودوا نذكروا فيهم، خاطر كيما قلت فما بعد كلهم يقولوا علاش كمام يعرف كيما قال السي ذاكر قال الناس الكل يعرفوا وخارج من جلطه ومالغري سا ويتكيف معناتها ويقول لك لي كونيسونس دو ريسك نو شونج با الكومبورتمون معناتها لازم نقولوا ونعاودوا حتى معرفه ال معرفه الثوره اللي قبل مظاهر التدخين ماهيش باش تهز للاقلاع عن التدخين. فما سكون ابيل تصير ان بروسيس دو ماتوراسيون معناتها مره في مره تحسيس. علاش نقولوا احنا لازمنا نعملوا برشا ومادات تحسيسيه باش النجم فما ان الماتوراسيون نتاع الفيمور يخلط باش ياخذ الديسيزيون باش يوقف. انا حسيت في المضادات التحسيسيه وحسيت ايضا حتى في الحصص التحسيسيه ما عادش وليت نقول بطلوا، وليت نقول اي وكا وما عادش، خاطر كي تقول له بطل الممنوع مرغوب فيه أي. ويمشيوا له يتجراوا له معناها حتى صغار وحتى معناها انت اليوم تقولها وش فهمها ونعطيك شو انت دليلك ملك معناها انت وروحك انت وشنو يلزمك. لا ماهيش روحه على خاطر هو راهو باش ياخذ الدواء على حساب الصناديق الاجتماعيه راهو ماهوش روحه. صحيح راهو انا ما نتكيفش وانت ما تكيفش قاعد فلوسنا هي اللي قاعد هو قاعد يداوي بها معناتها ماهوش ما عندوش حل يختار بين ابيض واسود. راهو شنو الحل اليوم المضادات التحسيسيه والحملات التحسيسيه انا مع كل احترامي يلزم تصير له جلطه وحتى اللي تصير له جلطه تعمل فيه عمل صحيح عمل به، لكن تحسيس وحده وفلاير ومعلقه وكل ذولي فات الامور هذه ما عادش دخلتوا لها. يلزموا الثيرابي نتاع الشوك معناتها ردع ردع وشوك ردع باش شوف ناخذوا الاكزامبل نتاع حزام الامان. حزام الامان كناش عامل تاني نحطوه كان حتى حد يحط كيف لا ولا في قانون ولا في فلوس وحتى اللي بجنبك انت مسؤول عليه. في التدخين نفس الشيء انا نوصل حتى اكثر من هذا. علاش نعطيه هنا الضمان الاجتماعي؟ علاش فما في شركه تامين في امريكا تنحي له حتى التامين اللي يدخل؟ لان يعني الضمان الاجتماعي صحيح هو حق دستوري بالنسبه للمواطن هي ما كانش متفق به هو يدخل
يدخن ما يشري باكو دخان الا ما يوري بطاقه الكلام نتاعو نحيه له وقت تنحاله. ما تفهم حلول اخرى، حلول رضعيه تخلي الانسان. انا جيتك للحلول الرضعيه، خليني نكمل. الحلول هذه تنجم تكون سياسيه ايضا، معناها انه اكثر منها القرار سياسي اكثر من معلقه، اكثر من معلقه واكثر من مواضيع تحسيسيه. عايش ناحيه اخرى سي فغير اون بير بوكو دارجون، نخسروا برشا فلوس حتى في المواضيع التحسيسيه وفي الحملات اكثر منها لو كان نطبقوا القانون. ما نعملوا حتى حمله تحسيسيه وطبق القانون وطلع في السوم نتاع الدخان تشوف ونحي الموازي، يعني الدخان الموازي اكيد كونتروباند داخله في مقاومه الفساد. الو اليوم نعاود نذكر، ولانه رو نعرفهم يعرفوهم باش نشوفوهم تصوروا ما بيتهم، كي نشوفوهم تصور الاولانيين اللي فيهم المدار تاع التدخين الاولى والثانيه والثالثه كان امكن. مدار التدخين نبداو من مش على القلب فقط، ليه هو جهاز تنفسي ديجا نبداو معناتها من الفم اللي يدخل في الهواء، نبداو من الفم معناتها سرطانية الفم، نبداو حتى من استيتيك راهو من وجه نتاع المراه كيفاش تبدل لي ساغن الشفايف الزرق للتان يولي غري الشعر يولي خفيف عينيها يولي اي بالطبيعه. وبداو ما هذايا من برا ومن الداخل السنين يولي كلهم كحل، من بعد اللسان يولي يكحل، فما سرطان الحنجره سرطان الاوزوفاج، من بعد نهبطوا للسرطان نتاع المعده سرطان الكبده هذوما سرطانيات، وبعد امراض الرئه سنه في التصور انا امراض الرئه لي انسوفيزونس ريسبيراتوار لي انفيزيم لو بنوموتوراكس اللي ما نجمش نعرق لهم البي بي سي او هذوما الكل بخلاف الامراض نتاع القلب اللي سي ذاكر نجم. ليه واحد كيشوف تصور كيما هكا يا اخي ما نعرفش انا ما يحسش يحس وجه مراه كيفاش يتبدل كل يوم يشوف ليه نجيوني راهو يتبدلوا كومبليتمون راهو كيف يجيوني نوع ومن بعد ثلاثه اربع حصص بالعمل ساعات ما تعرفهمش. انا نحكي علي ما يحبش يبطل راه نحكي علي ما يحبش يبطل، واللي جاته جلطه وعنده كونسير وعنده مشاكل حتى لي كارونز زاده معناتها الفيتامينات والاملاح المعدنيه والكل مشاكل كبار ينقصوا برشا في الجماعه اللي تكيف. ايه هو راهو فما حتى علاقه راهو انا كيف نشوفهم في اول حصه واخر حصه ساعات ما انا تقول مش نفس اللي تحكي على سكسيس ستوري في الحكايه هذه نحاول نعمل سكسيس ستوري كلها بالطبيعه بالطبيعه هو يلزم نقولوا على خاطر ليه على خاطر المدخن انك ما يصدقش ينجم يكون يقلع عن التدخين. ساعات يجي يقول لي اسكو زعما نجم نهار نحي هنا بعد 20 سنه و15 سنه ما تيقول لك نجم نهار نخدم انا من غير ما ندخن، نجم نيقف انا على التدخين. المرأة الحامل زاد يأثر عليها المرأة الحامل في أول حاجة ما تنجم أول حاجة الوقوع الحمل يكون في تأخر ديجا، وحتى كي يقع الحمل تنجم تكون فما إجهاض، وحتى كي حتى كي ما دكتور بن أيوب شنو نواصلوا دكتور حيزم، لكن نرفع لكم أذان قبل ذلك قبل ما نواصل نرفع لكم أذان صلاة العصر ثم نعود. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا قبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. إذن نواصل مع قلنا التأثير السلبي، تأثير التدخين السلبي على التدخين السلبي هو مضر. التدخين السلبي هو مضر، وخاطر حابين نذكر اللي راهو الدخان اللي يخرج من السيجارة هذيك راهو كونسنتري اون برودوي مواد سامرة، يعني يكونوا هذاك اللي يستنشقوه الصغار هذاك يكون السبب في برشا امراض. راو فيهم هذايا اكثريه يجوا في لي زورجونس في الشتاء، وقت اللي الاولياء يتلقاهم يتكيفوا في البيوت وفي الدار مسكرين، والصغار تستنشق فيك الدخان هذاك ويعملوا امراض حساسيه وتلقاهم يجيو متقلقين ياسر. كي تحكي مع الوالي تقول له شنو اللي عنده ولدك، يقول له لاباس ما عنده حتى شيء، وبعد كي تسر ويطلع الوالي هو مدخن. هذه بالنسبه للصغار. بالنسبه حتى للعبيد اللي عايشين مع المدخنين، يعني سرطان الرئه تنجم تكون تمرض به مرته وهو ما يمرضش به. بالنسبه لجلطات القلب ينجم يكون يمرض بها اللي عايش مع المدخن وهو ما يمرضش به. يعني هذا الكل ناتج عن التدخين السلبي، ماهوش بدنا نكونوا واعيين للحكايه. أنا نحب ناكد حاجه، اللي راهو الصغار في الاخر المسح اللي صار في اللي شفنا اللي صغار 50% منهم يعيشوا مع اولياء مدخنين، الصغار يقراوا مع 50% مدرسين يدخنوا معاهم، اللي هي كمان حاجه كبيره ياسر. كما قال دكتور اسماعيل هي اطراف كلها لازمها تكون من داخل وزاره التربيه، وزاره الصحه، وزاره الداخليه، ولا هو راهو الطب المدرسي يعمل في مجهود راهو ديوان. ديوان. اذا ناخذ مكالمه هاتفيه حاضره السيده ليليا من نابل. مرحبا بك سيده ليليا. مرحبا. مرحبا. قديش عمرك سيده ليليا؟ عمري 25 سنه. ما تقوليش تتكيف لك برشا. ما وي عندي بريسك 6 سنين. 6 سنين حبيت تنحيها؟ انا ديجا نحيت وعم ناول وقعدت بريسك مده جديده برشا، حكيت 7 شهور هكاك قلت كرهت معناتها ريحه الدخان. خاطر جاتني قريبه قويه ومعناتها خلتني نكره على الاخر، معناتها شو رجعك؟ ما عادش نجم نتنفس، ما عادش نجم نتكلم ديجا. لطف عليك، شو رجعك؟ رجعت خاطر انا ديجا نخدم في اونتوراج، في سوسيتي نخدم فيها، انا الناس كنت تكيف وانا بقات عندي كريفليت، ديما نحب سيجارو بنادي. وزيدت حليت على الاخر وليت الدوبل والتريبل نتاع بدني معناها. انا دساق حبيت حاولت قلت من غير ما نرجع للدخان، قلت خلينا نشري السيجار اللي تخيط. هي انا جايين. يا اخي هي عادت ما رجعتني ما اكثر، كنت كيف وما بالك في نهار كيف زوز. وزيد انا ماما معناتها وليدي ما معناتها حتى في الجروسيت نتاعي تاع الاخر، فهمت؟ اي دكتوره باش تعمل؟ الوغ لاسي 25 سنه. سامحني دكتور بربي انا جست حاجه بركة، عندي جيعه توا في قلبي ما عرفتش شنو هي، ديما توجع هكا تكبس عليا شويه وكا هو معناتها ما فماش حاجه اخرى، خفت قلت لك تبس عندي حاجه. خذ انت اللي عندك الحق تخافر، معناتها عندك هذا سان فاكتور دو ريسك اللي هو دكتور ذكر اللي هو التدخين. ترد بالك لازمك تشوف اقرب طبيب نتاع قلب، خاطر الوجيعه نتاع قلب ما عادش نقولوا توا صغير 25 سنه ما عندوش خطر توا بالاخص بالتدخين، حتى 25 سنه راهو عندك معرضه لخطر الذبحه الصدريه والجلطه القلبيه. يعني العروق نتاعك مش معناتها حتى يتلم فيهم صلصال ولا يتلم فيهم تكلس، يولي تريين فخاجين معناتها يعملوا يعني ديسيكسيون كي اللي يتفزروا. دونك هذه الخطوره نتاع التدخين بالنسبه للمراه بالاخص المراه الصغيره، وإذا كان تاخذ زاد مواد ضد الحمل مع حبوب ضد الحمل تزيد الامور الخطوره تكثر اكثر نتاع التدخين. ولهذا لازمك تشوف اقرب طبيب يعمل لك الكشوفات، تخطيط بالمجهود، وكان لازم حتى نتعداو اكثر من تخطيط المجهود للقسطره يتعدل القسطره. اما اوجاع بالنسبه في الصدر بالنسبه للمدخن لازم ديما يخاف مهما كان عمره، مهما كان عمره
قبل كنا نقولوا 25 صغير توالى 25 30 سنه معرض للخطوره الذبحه الصدريه ولا جلطه قلبيه. سيده ليلي اقعد معنا ما مش نجم تقعد تقلع ساعه الالكترونيك. اول حاجه بالنسبه للسيجاريت الالكترونيك ما هيش وسيله لنقلع على التدخين، راهي هذيا اللي يعملوا في السيجاريت الالكترونيك هما نفس مصنعي الطبخ اول حاجه. ثاني حاجه راهي في السيجاريت الالكترونيك فيها ماده النيكوتين، ماده النيكوتين تخليك مدمنه على التدخين، يعني ما نجموش نقولوا راهي سيجاريت الكترونيك سي اون موسا مويان دو. كيفاش سيده ليليا؟ اي بالطبيعه خاطر فيها كونتيتي نتاع النيكوتين اللي كنت تستعمل فيه في دخان نتاعك. حتى اكثر. اون بلوس مواد اخرى غير معروفه. اون بلوس فما المواد اخرى ما نجموش نعرفوا شنو هي فيها. بالطبيعه فيها فما ماده اللي بون توا المنظمه العالميه للصحه قاعدين يدرسوا فيهم. اما مازالت البحوث ونتيجه ما خرجوا حتى شيء لا باهي ولا خارج، دونك ما نجموش ننصحوا بها، احنا قاعدين نستناو. ماهيش وسيله اقلاع. ماهيش لازمها تعمل دكتور. اول حاجه تتوجه الاول عياده لقلاع التدخين باش نجموا نعاونوها. تنجم تجيب حداك في صلحه. طبيعه مرحبا بها. خاطر فما كيستيونير فما تساله قداش تتكيف من المراه باش تعرف بالضبط كيفاش يصير معاها السوفغاج، كيفاش يصير معاها الاقلاع. هو فما هي كل حاله حاله خاصه. كل حاله حاله خاصه ناخذوا معاها من الوقت اللازم باش نفهموا شنو المدخن، شنو هما الاوقات اللي يدخن فيهم، شنو هما الدوافع، شنو هما المناسبات اللي يدخن فيهم اكثر، نعملوا تقييم للديبوندونس. قداش نعملوا نشوفوا في ماشي ديبوندونس كومبورتمونتال بور اسيي باش نحاولوا نديروها ديبوندونس كومبورتمونتال في حصص متواصله معناتها ماهيش في كونسلتاسيون واحده معناتها نجموا احنا نستدعوها باش تقعد بحثينا على الاقل هو ثلاث شهور راهي تدور هو باهي لها هي باهي لصغارها باهي لقلبها بين كل شيء سقطوا ان عندها في السمنه تو تتجوزها من بعد الحمله عندها عندها مدام نجم تعاونها ياسر بالنسبه للسمنه. فما حاجه نحب نقولها لها والله خاطر عندها وليد صغار اللي راهو المواد السامه اللي هي كي تستعمل السيجاريت الكترونيك ولا حتى السيجاره فما مواد سامه تلصق في الحوايج وفي الشعر وفي الشعر وفي البو في معناتها كي تهز ولدك وتهز وحدك وتبوسه المواد السامه هكاك يتعداو خاطر برشا يجوني لي باغون يقولوا لي انا راني ما نكيفش في الدار نكيف راني في البركون. اما كي ترضع ولا كي تبوس ولا تبدل له كي تبدل له تعدي له المواد السامه هذاك علاش فما شكون ابل التدخين السلبي اللي يكون هو غير ارادي ساعات. المراكز نتاع اقلاع عن التدخين قداش عندنا من مركز؟ قبل كنا حكينا عليهم كنا تقريبا 150 لكن هما الموجودين هذوما شطرهم ما يخدموش. قبل توا شفما موجود عياده كلها تخدم كلهم يخدم يعني كانوا يطلبوهم يلقاوهم يخدم في نابل فما مركز موجودين في نابل موجودين ثلاثه وفي المستشفيات ايضا موجود ولا لا؟ بالطبيعه احنا عندنا 49 في الخط الاول وعندنا 11 في الخط الثالث وعندنا 9 في الخط الثاني. الخط الاول تقصد مستوصف. مستوصفات ولا لي زوبيتو دو سيركونسكريبسيون دونك معناها المستشفيات التابعه للدوائر الصحيه. سيدة ليليا مازالت معانا؟ الو؟ وي الو؟ هاوكي نابل فيها راهو فيها مراكز اقلاع. اش عندك تو السمنه سي سكوندير السمنه خليها على شيره يمكن من الولاده زاد. حتى كي زدت معناتها مشت لكغاز معناتها خاطر توا القلب بريوريتي القلب ساعه يلزم تمشي تعمل تشخيص باش تشوف وحتى تبعد باغ اليمناسيون تحضر روح وتحضر روح تحضر روح تحضر روح كيفاش تمشي كيفاش برشا حاجات. المعهد التغذيه ايضا ينجم يعطي نصائح وايضا الاطباء المختصين في التغذيه يكونوا موجودين في جهه نابل ايضا هما مؤهلين زاد لذلك كيف كيف المراكز للاقلاع. عندك سؤال اخر سيده ليليا؟ نشكرك على تدخلك ويعطيك الصحة اللي ألفت النظر لهذه الظاهرة وأنا متعجبة 25 سنة صغيرة مازال قدامك برشا وليداتك حاجتهم بيك وأنت حاجتك بصغارك باش تراهم يكبروا قدامك هكا ولا لا؟ دونك سي اون تخي بون غيزون باش تبطلوا وتنسيه جملة السمنة خليك راجلك راضي بيك هكاك. تلهينا بقلبك ساعة خاطر قلبك يحب ولادك ويحب راجلك تلهينا بالقلب نتاعك وبعد السمنة تو يجي وقتها هذيك تو يجي وقتها تتريقل لك إن شاء الله بالتعافي. شكرا جزيلا على تدخلك ونقول لك إن شاء الله لاباس وإن شاء الله تقلع في أقرب وقت. نرجع للمراكز كلها تخدم؟ كلها تخدم ويلزمها تخدم بيان سور باهي هي تخدم. هل عندها الوسائل الإقلاع ولا لا؟ وسائل الإقلاع احنا عندنا المعوض النيكوتين يقولوا فيه غوبتو لا ما فماش لا ثمه ثمه كيما الدويات بيان سور لا خاطر شوف الميزانيه محدوده باش نحكيو معناها تو اكواس السيرفيس تحل سونتر وانت حاجه احنا تو شوف على شنو يعتمد هو لو سيفراس تاباسيك يعتمد لا دو سيفراس تاباسيك يعتمد على حاجتين اول حاجه لا بريباراسيون تاع الملاد تحضيره صح
صحيت احنا هذيك نجموا نخدموا عليها زاد نجموا مش الحالات الكل يصير فيها اخذ الباتش معناها فما بيان سور بيان سور فوالا دونك ثم حاله لا موتيفاسيون وغيره دونك تنجم تاخذ وقت راهو تنجم تاخذ معناها حتى شهر من زمان فهمتي تشوفوا مره اثنين ثلاثه اربعه بعدين باش نمروا للنيكوباتشي نجم في الحاله هذيك نتاع لونتريتيان موتيفاسيونيل معناها باش الواحد نحضروه يقرر ونجم حتى يقلع فهمتي كاريمون معناها ينجم معناها من غير حتى ما غير شنو تنصح الناس اللي ناويه وتحب بربي نرجع لحكايه رمضان خاطر احنا شفناها تو في صالح زايد وشفنا في الوزاره اول حاجه ثم معناها نقص في كميه بالنسبه للفطار وبالنسبه لرمضان نقص كبير ثم برشا اقلعوا عندني دونك باش نكونوا متفائلين شويه دونك وحتى بالنسبه للقياس وقت نقيسوا احنا تو دو سيو معناها في الواحد معناها ثم لي تو لقيناهم مش برشا هابطين وخاطر علاش كي تسهل وانت اخر سيجاره خذاها وقتاش معناها مع الفجر وقت اللي مع الفجر تحسب له تقريبا ثم ثمانيه سوايع بعد ثمانيه سوايع يتيح بصيغة 50% شدهم ثمانية تصبيح نسبة لا لا مهم ياسر خاطر وقت اللي تحكي له أنت هكايا معناها تخوف أنه كي يبعد على التدخين ولا فهمتني خاطر ثم دي ميساج وقت اللي يتعداو راهو مهمين برشا فهمتني ثم إن فاسون دو كومينيكي أفيك معناها العباد هذوما باش تقنعها خاطر أنه بطل وكهو معناها راهو سي دون لابسيور لازم تعطيه معطيات تعطيه حاجات كيما حكيت كيما حكينا معناها أنه السيو ياخذ بقعة الأكسجين ويمشي معناها في الدم ويمشي معناها لي زورغان نوبل ما ستريز امبورتون معناها هذه معلومه لازم يعرفها فهمتني المدخن مهم برشا فهمتني باهي فوالا هو شنو معناها حبيت نزود ان بالنسبه للمعوض النيكوتيني فما بالحق هو موجود راهو موجود يجي ويعطونا منه في صالح زايز وعندنا الكميه بكميه بالحق اقل من العاده مي كيما قال لك فما مشكله بيدجي معناتها مي فما حاجه اخرى اللي انا ديما نقول عليها هما النوع الاخر نتاع المعوض النيكوتيني هما الحرابج لي كومبريمي سوبلانغو اللي هما يعاونوا ياسر بالنسبه لي شوينغوم موجودين مش موجودين في تونس جمله على خاطر يعاونوا هذوما اللي في اوكازيونيل اللي تلقاه ياخذ سيجاره مره بعد قرار زاد كيف كيف لا هذا بالنسبه للنيكوباس هذا ثم فيه مشكل انه قاع توظيف عليه اداء معناها ديواني والمورد معناها رفض انه يجيبه معناها حاولنا احنا مع بعثنا لوزاره الماليه وما تلقينا حتى رد اطراف كل زمان تشتغل على دونك هكا معناها هذيا علاش قلنا احنا راهو سي معناها ملتي سيكتوريال راهو يلزم الناس كلها معناها معناها جهودنا تكون متضافره باش نجموا معناها نقدموا خدمات معناها ذات جوده ونوفروا ليه واللي موجود يخدم معناها مش موجود سونتر وحاجه اخرى مهمه جدا انه الادمان على التدخين مرض مرض هذه يعني لازم نعرفوها راهو مرض وحنا تو لازم صناديق الاجتماعيه الكنام معناها لازم تعاوننا في الاتجاه هذا لانه مهم ياسر معناها انه اذا كان باش معناها تاخذ اون شارج معناها لي باسيون راهو الفاغاني كيما حكى الدكتور معناها في الاستانت وفي غيره في معناها في دوتر معناها مالادي معناها ولا هام جدا العمل نتاع الوزاره هام جدا وسلطه الاشراف العمل نتاع الاطراف الاخرى المداخله فيها هام جدا العمل نتاع مراكز الاقلاع ايضا هام جدا العمل نتاع معهد التغذيه هام جدا لكن فما حاجات اخرى دكتور كان تعطينا فكره عليها ناسف لعدم قبول اكثر مكالمات هاتفيه لانه فما مكالمات هاتفيه لكن الوقت ما يسمحش وحابه ناخذ ربما بعض القرارات او بعض الوسائل اللي هي ربما تكون ردعيه في نفس الوقت وايضا هي ايجابيه ويكون عندها منفعه للمصلحه العامه. احنا خساره ديما نجيو في الخط الثاني يعني الخط الاول بريفونسيون بريمير واحنا الاكثر اطباء القلب بعد الجلطه دخلتوا كان بعد الجلطه، يعني بعد الجلطه تو كيما المريض نجي حتى مثلا ثلاثه نتاع الصباح وتسرح له وتوريه الفيلم نتاعو وتوريه الجلطه وين زداد وتوريه زداد وين وتعلم وتقول له راجل الدخان شنو عمل لك وشنو عمل لك العرق كيفاش ولا ضعيف العرق لين عمل الجلطه هذه نفهموه ب 60 70% نفهموه. اما مش كان طبيب القلب بركه يلزم معاه طبيب سيكياتر وراه يلزم تكون العائله زاد وراه يلزم تكون زاد كما قال السلطه في العائله نعرف شكون انا يقولوا له نقص الدخان ونحي وتوا هاك ريت شنو اللي عمل لك يتنرفز عليهم ويتسبب يقول لهم راهو انا ما نرفزتوني هاني باش ناخذ دخان وارجع سيرك الفيسيو وانتم سبب هاي العائله باش تولي مسكينه تولي تسكت تولي تقول خليه وفما زاد حالات فما حالات تدخل في البسيكياتري تدخل في الديبرسيون تدخل انسان ايكيفالون سوسيدير معناتها يعرف روحه مريض يعرف
روحه حالته صعيبه ويكمل يدخن، معناتها بالاخص الناس اللي يعمل جلطه دماغيه ولا اللي يعمل جلطه في شرايين الرجلين اللي هي فيها القطع وفيها فيها القصان، هذوكم اغلبهم اصعب ناس، اصعب حتى الشرايين اللي على الشرايين نتاع الاوتيد كيف تتسدى هذيك اش معناها؟ معناها واحد يحضر الجلطه جلطه يعمل جلطه دماغيه وشلل نفسه. تقول انت قاعد انت وصديقك وتعرفوا يتكيفوا، انت تعرف تغزر له بعد كلكو تون باش تلقاه عامل جلطه ولا وهذا بالستاتيستيك كان حياه هذا زاد يوصل المخر كما قلت لك انا حتى كان مريض مريض على عائلته باش يتعب معاه وعائلته فما هانديكاب معناتها عبد حامل اعاقه باش يولي باش يولي عائلته كامله معاه باش يولي الشغل نتاعو باش يولي الصناديق الاجتماعيه معناتها كل كلهم باش يمشيو فرد فرد خط. سيدي احمد تعرف تعرف الجمعيه التونسيه لمرض القلب والشرايين يحب يبطل الدخان، يحب يعمل كوره، يحب يرجع كيما كان. شوفوا دقيقه قلب اللي انجزتها الجمعيه التونسيه لمرض القلب والشرايين. دقيقة قلب. اليوم سيد أحمد عنده ماتش كورة مع الولاد، في أول الماتش حس بفشلة ومهمته فات. على خاطره كيما 35% من التوانسة يتكيف برشا، في كل ماتش يشد البنك ويقعد يتحسر على شبابه. اللي ما يعرفوش سيد أحمد هو اللي بالنسبة لعبد ما يدخنش هو معرض لثلاثة مرات لخطر الذبحة الصدرية ومرتين لخطر الجلطة الدماغية. هذاك علاش سيد احمد سمع كلام طبيبو وقص على التدخين. من اول 72 ساعه بعد اخر سيجارو بدا يحس في تغيير، حس الشم رجعت له، رجع يتنفس بسهوله، وهذا كان ليه تاثير ايجابي على قلبه. بعد عام بالضبط نسبه اخطار الذبحه الصدريه والجلطه الدماغيه نقصت 50%. بعد 3 سنين قلب سيد احمد رجع كيما قلب واحد عمره ما دخن. الحاجة اللي نأكدوا عليها هو كيما الدخان كيما الشيشة، ومهما كانت الكمية الخطر واحد. هذه كانت دقيقة قلب نتاع اليوم. سيد أحمد قام بالمهمة في بقعتكم، تشجعوا توا أرجع منكم، تشجعوا وعملوا كيما عمل هو تشوفوا شنو تربحوا من إقلاع التدخين. تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا، نأسف في عدم قبول أكثر مكالمات هاتفية، ونوعدكم أن نتحدث أكثر على وسائل الإقلاع على التدخين بالتدخل نتاع الناس الكل إن شاء الله. إذا كلمة الختام تكون مع ضيوفي، نبدأ معاك، وكلمة الختام تكون محصورة في المنشور اللي أمضاه الوزير وزير الصحة. على شنو ينص المنشور؟ أمس لوكازيون لا جورني مونديال، يوم العالمي للإقلاع على التدخين، نظمنا يوم مفتوح في الوزارة، يوم العالمي لمكافحة التدخين. أي فوالا، حضر معنا أسرف السيد الوزير معنا على اليوم هذايا، معنا افتتحوا وأعلن على معنا إمضاء معنا منشور لمنع التدخين بال معناها المؤسسات الصحيه، مؤسسات صحيه معناها بالادارات المركزيه بالوزاره، بالادارات المركزيه التابعه للوزاره وبالادارات الجهويه. مبدئيا حبينا نبداو معناها باريتاب، وان شاء الله معناها ان شاء الله يتطبق خاطر صارت قبل ان شاء الله. وقع امضاءه البارح المنشور اول مره وقع نشره في التاب. واضح ان شاء الله بالتوفيق، خاصه انه ما يعزمهم يعطيو ليكزومبل. معاك مريم. انا كنا بركه فوالا باش نقول اللي معطى كل اللي تكيفوا كلكو سوا المراه ولا الراجل يخموا ابار الامراض الكل والحاجات الخايبين الكل، اللي هو باش ينقص برشا من الفيتامينات والاملاح المعدنيه مانزيوم فوالا لو زانك برشا حاجات، وخاصه النساء اللي لهي بروحها والكل تخم شويه حتى في الكوتي هذايا. واضح. معك دكتور. يعني نجم اقول اللي راهو الاقلاع التدخين راهي حاجه سهله ماهيش صعيبه، ما تخافوش، اعزموا برك، اعزموا برك العزيمه، يجيو المراكز هي مفتوحه للناس، مفتوحه للناس الكل. بالنسبه لصالح عزايز هي مجانيه، والدواء اللي في موجود كله 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 مجاني، كله مجاني بالنسبه لل ونحاولوا نعاونوهم بالمستطاع. واضح دكتور. ذاك بعد البدايه المتشائمه شويه راهو فما ينود اوبتيميزم، فما شويه تفائل، خاطر نشوفوا برشا مرضى يكون حياتهم بعد ما عمل الجلطه خير من حياتهم قبل ما يعمل الجلطه. يعني يعمل جلطه ويعمل تسريح وتولي كاليتي دي نتاعو الحياه نتاعو خير برشا، يعمل في الرياضه. تو نشوف الاكزامبل تاع السيد احمد اللي عملناه في جمعيه امراض القلب، اما راهو قبل ما يوقف دخان يلزم على الاقل يعدي مره عند طبيب قلب قبل ما يبدا يمارس الرياضه وقبل ما يرجع للنشاط الرياضي، يلزم على الاقل عياده قلب يكون فيها تفاديا للموت الفجئي. تفاديا للموت الفجئي طبعا. شنو هي اخر تنجم تقول لنا بخلاف زياده في السوم وبخلاف معناها المنع وتطبيق القانون في الاماكن العامه؟ انا نعملوا برشا على ذكاء المواطن التونسي، اللي هو مواطن تونسي راهو ذكي، يعني ما فما حتى فرق بين مواطن تونسي ولا من مواطن من البلدان الاسكندنافيه اللي هما توا قاعدين اكثر ناس قاعدين قضاوا على التدخين. مواطن تونسي ذكي مثقف
نكملوا بنوت اوبتيميزم، راهو ينجم يبعد ياسر على الافه هذه ويحافظ على اللي هو اللي صار التو في الصناديق الاجتماعيه وفي الميزان التجاري نتاعنا والفاب والمعوضين. ما نعرفش علميا، مازال ما نعرفوا حتى شيء عليها. انا بالنسبه لي حاجه تحرق في السيلول في الفم راهو فيها مضره. هذا رايي انا شخصي. لا انت كيف تعرف ذقته؟ جرب جرب جرب، ما تشم حتى واحد صاحبك بحذاك يتكيف تشم اللي فما حاجه تحرق. معناتها اي اغريسيون سيون سيلول علاش ناقصين احنا تلوث في البلاد؟ حتى تو نشوف لوجيست دي كونسير متمدى بيه، كنشوف في الجنوب خاطر فما مناطق الجنوب فيها تلوث وفيها مناطق مثلا جابس ولا مناطق الحوض المنجمي، ماذا بينا نشوفوا لوجيست نتاعهم نتاع امراض الامراض السرطانيه خاطر لا يزيد. ان شاء الله وهذا مازال هذا 2007 2009 ان شاء الله يقع العمل عليه. يعني ثم الدراسات هي اللي باش تخليك مواد ملوثه كثيره في العالم، تعمل استراتيجي وتخليك تعمل برامج صحيحه ويقع معناها تطبيقها يكون ايضا بحكمه. شكرا جزيلا لك دكتور ذاكر الهيدي على قبول كذا وحضورك معنا. شكرا جزيلا لك دكتور وداد حزم بن ايوب، شكرا جزيلا لك دكتور فيصل اسماعيلي، وشكرا جزيلا لك دكتور سيده مريم كشوك. هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، مقالي كنقول لكم شيء طيب، الى اللقاء.